السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا بس أقول لحضرتك ألف سلامة وربنا يعفو عنك يا رب. الله يسلمك ويعافيك ولك والسامعين والسامعات بمثل. اللهم آمين، أدعي الشيخ بالله عليك ربنا يعفو عني. الله يعفو عنه وعنك يا رب. اللهم آمين. بعد إذن حضرتك سؤال بس واحد. اتفضلي. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إلى حد لأي حد يطبق الآية دي؟ مش انت التي ذكرت السؤال حوالي 20 مرة على الشاشة؟ ايوه ان شاء الله. انا يعني ايه مش فاهم، يعني انت تعرفي وسعك وقدرتك، يعني يعني لا اصوت، يعني يعني لها صور متعددة، مثلا لها صور متعددة. انا بقول لك يعني انفقي كذا، او الاولاد يقولون لك يا اما اشتري لنا لحم، يا اما كل يومين لحم. تقول يا ابني انا ما انا مستطيع اشتري لحم كل يومين، انا استطيع اشتري لحم في الاسبوع مره او في الشهر مره. ليه؟ لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. في الانفاق مثلا، لينفق ذو سعه من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. كذلك في العبادات، في العبادات انا ما انا مستطيع اصوم، وسعي أنا مريض لا أستطيع الصيام سأفطر. في كل الأمور، في كل الأمور لا يكلف الله نفسا فوق طاقتها وقدرتها. نعم، جزاك الله خيرا يا شيخ، وإياكم. مع السلامة. ربنا يكرمك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.